لم ينفجر غضب الجزائريين في موجة الاحتجاجات الأخيرة من فراغ، إذ أن المظاهرات المطالبة بتغيير المنظومة السياسية في البلاد كان محركها الأساسي كما يرى متابعون الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وتبدو هذه مفارقة في بلد يضعه اقتصاده ضمن تصنيف البلدان الغنية، فهو رابع مصدر للغاز الطبيعي في العالم وثالث منتج للنفط في إفريقيا، ويشكل النفط والغاز قرابة 98% من إيرادات صادراته و70% من عائداته العمومية ونحو 40% من الناتج الداخلي للبلاد. لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الجزائري تجلت في ارتفاع معدلات الفقر الذي طال فئات كثيرة من المجتمع، بالإضافة إلى تدهور مستوى المعيشة وسوء الخدمات الصحية والبطالة وتزايد الراغبين في الهجرة وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع وتشغيل الأطفال وانتشار الأحياء العشوائية، بالإضافة إلى تنامي الفساد والمحسوبية. محللون أكدوا أن المشكلات الاقتصادية في الجزائر نتجت من عوامل عدة، منها ضعف البنية التحتية وانخفاض سعر النفط والسياسات الاقتصادية الفاسدة، وهو ما فاقم أسباب الغضب الشعبي. وبحسب أرقام وزارة الداخلية الجزائرية تراوح عدد الفقراء بين 1,700,000 ومليوني جزائري، وذلك بناء على أعداد المواطنين الذين يستفيدون من الإعانات المالية الحكومية، في حين أكد البنك الدولي أن عدد الجزائريين الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.5 دولار يبلغ 5 ملايين. وتوقع البنك الدولي نزول 10% من الجزائريين تحت خط الفقر بسبب البطالة المرتفعة وارتفاع نسبة التضخم التي ستصل إلى 9% العام المقبل، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في الجزائر وصلت إلى 11.7% مع تسجيلها نسبة أعلى بين الشباب بلغت 29%. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تباطأ نمو الاقتصاد الجزائري وارتفع العجز المالي، كما تراجعت احتياطات النقد الأجنبي إلى 82 مليار دولار بنهاية عام 2018 حسب إحصاءات البنك المركزي الجزائري. وبحسب خبراء فإذا استمرت السياسات الاقتصادية الحالية كما هي فإن الوضع الاقتصادي مهدد بالانهيار، ما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي الرسمي للجزائر بحلول عام 2024، وسيؤدي إلى زيادة سريعة في الدين الداخلي العام، وهو ما من شأنه إضافة أعداد جديدة إلى العاطلين عن العمل وتوليد مزيدا من أسباب الاحتقان والغضب.